العيد بالنسبة لي لمة وفرحة وسعد وهنا وخير وبركة. الفرحة اللي بتبقى موجودة دايماً في صلاة العيد إن تحس إن كل الشعب عارف بعض، كلنا بنقول لبعض كل سنة وانت طيبين. ده أنا ياما تهريت أروح الفرن وأرجع من الفرن، ولسه يا ماما شوية ولسه كمان شوية، بس مش أنا بس طبعاً، كان كل ولاد العمارة كانوا ياخدوا مننا العيدية ويقولوا أصل إحنا بنردها تاني، كانت بتضحك عليا. تهيألي كل أمهاتنا عملوا فينا كده. فرقعت بومب ولعبت بلي ولعبت أولى، والأستك كان لازم لبس جديد وكنا بنغلس ونشد قوي يعني. كل سنة وانتم طيبين يا طيبين، كل سنة وانتم بخير وبفرحة وفرخاء، كل سنة واحنا في أمان.